سؤال 23، معطيني هذا الشخص قاعد يجور هذه العربة اللي وزنها 35 كيلوغرام، الشخص وزنه 82 كيلوغرام، فيقول لي إن هذا السيستم يكون بحالة إكوبريوم، فأحسب لي المسافة S اللي هي هذه المسافة، وأحسب لي المينيمال كوفيشنت أو ستاتيك فريكشن ميو S. ببداله أجي أرسم فري باي دايجرام للشخص، وزنه 82 في 9.81 أو إنه يعطيني إياها 180 بالباوند عند نقطة G قوة عمودية للأسفل، وهو واقف على سطح مائل، فبالتالي عند نقطة القدم مالته موجودة نورمال فورس عمودية على السطح وموجودة فريكشن فورس بعكس اتجاه الحركة، على اعتبار انه هذه العربة المحملة بالثقل 45 كيلوغرام راح تجره بهالاتجاه هذا نحو الأسفل، فالفريكشن فورس تكون بعكس اتجاه الحركة فبالتالي تكون بهالاتجاه هذا، وهذا السطح مائل عن المستوى الأفقي بزاوية ثيتا، ونشوف لانه ما مطين هاي الزاوية ثيتا وانه مطين أبعاد، مطين مقابل 3 ومجاور 10، فمباشرة الثيتا يساوي تان انفرس 3 على 10، طلعت عندي ثيتا 16.7، فهاي الزاوية ثيتا، فبالتالي بين هذا السطح والمستوى الأفقي ثيتا، إذا بين العمودي على السطح ومحور واي ثيتا، إذا هاي الزاوية هي ثيتا، نشوف لأن المحور العمودي موجودة قوة اللي هي 180، فهذه 180 لو مديتها هيك بهالشكل هذا فتصنع زاوية مقدار ثيتا ويا هذه القوة، إذا المحاور راح أخذها مائلة، محور X ومحور Y يكون مائلات. نشوف إلى أنه أنا عندي ثلاث نقاط، لو أركز بالنقاط الموجودة عندي، نقطة G ونقطة A، وهذه النقطة سميها نقطة B على سبيل المثال. نقطة G اللي هي نقطة اللي أخلي بها الوزن قوة عمودية للأسفل، ونقطة A اللي هي الكونتاكت بوينت with the surface، بينما نقطة B اللي تيجي بيها قوة التنشن صورة مائلة تصنع زاوية مقدارها 40، فبالتالي هذه النقطة سميها بي على سبيل المثال هي نفس هذه النقطة تيجي إليها تنشن تصنع زاوية مقدارها 40 ويا هذا المحور المائل، وهذا المحور المائل يصنع زاوية مقدارها ثيتا ويا الإكس، فبالتالي أريد هذه الزاوية الكلية 40 زائد ثيتا معناها زائد 16 اللي هي 56، فهذه النقطة بي وهذه النقطة جي وهذه النقطة اللي هي الكونتاكت بوينت هنا نسميها أي بالسؤال، بالحلو مغيرين اسمها فمسميها سي نفس الشيء، فقايل لي انه بين الجي وبين الاي المسافة اس، انا اريد منك هذه المسافة، وبين نقطة اي وهذه النقطة مسافة مطينيها 175 مليمتر اللي هي تعادل 7 بالانج، وهذه مسافة مطينيها 850 مليمتر تعادل 34 بالانج، بالتالي لهذا السيستم لو اخذ سيجما فاي يساوي 0 سيجما فاي يساوي 0 سيجما مونت يساوي 0، اذا لو اخذ سيجما فاي فاول شيء عندي الان قوة الى الاعلى إذا موجبة على اعتبار أن المحور أخذ مائل، وال180 أنطي كوساين 16 على اعتبار أن 180 هذا امتدادة، فهذه زاوية ثيتا اللي هي نفسها 16، فبالتالي أنطي كوساين ثيتا راح ينطبق على هذا المحور ويصير بمحور واي المائل اللي أنا أريده، فال180 كوساين 16 بينما التي أنطي ساين 40 على اعتبار أن هذا التي لو أعطيته كوساين 40 ينطبق على المحور المائل هذا اللي هو المحور إكس، فراح اعطي ساين 40، فبالنسبة للتي ساين 40، فصارت عندي هذه معادلة رقم 1، معادلة رقم 2 سيجما في اكس اس، هذا ال 180 بدل ما اعطي كوساين راح اعطي ساين، والتي ساين 40 راح اعطي تي كوساين 40، وبدل ما اكتب ال ان اللي هو بمحور واي راح اخذ الاف اللي هو بمحور اكس، فهذه معادلة رقم 2، معادلة 3 اخذ مومنت حول السي اللي هي حول هذه النقطة حتى تلغي ال ان والاف، فبالتالي تبقى عندي ال 180 في المسافة هذه اللي هي اس هو يريدها مني، فال 180 في الاس، وتبقى عندي التي احللها الى ساين وكوساين، ولكن ما راح احللها على هذه ال 40، راح احللها على هذه الزاويه الكليه، فبالتالي 40 زائد ثيتا معناه زائد 16 فتصير الزاويه 56، اذا تي كوساين 56 وتي ساين 56 بكل ما راح تحتاج الذراع العمودي، لكن هذه الزاويه لما تتحلل يعني على سبيل المثال اعطيها تي كوساين 56 راح تصير مستوى افقي بهالصوره هذه، يعني هاي الزاوية الأفقية هي نفسها بالتبادل هذه الزاوية، فبالتالي تي كوساين 56 معناها تكون بهالمستوى هذا، أحتاج إلى الذراع العمودي هذه المسافة اللي هي 34، فتي كوساين 56 في الذراع العمودي 34، وتي ساين 56 في الذراع العمودي 7، على اعتبار أنه الساين ينطبق على هذا المحور العمودي في الذراع العمودي هاي المسافة اللي هي 7، نشوف الآن صارت عندي معادلة ثالثة، معادلة 1، معادلة 2، معادلة 3، المعادلة الأولى التي والان، فممكن أسوي T بدلالة N و N بدلالة T إذا أريد. المعادلة الثانية عندي T و F، فممكن أسوي T بدلالة F و F بدلالة T إذا ما تنفعني أنه أحول واحدة بدلالة الثانية. المعادلة الثالثة T بدلالة S و S بدلالة T، فإذا ماكو أي ربط بين هذه المعادلات الثلاثة
فأحتاج إلى معادلة أخرى. بالتالي راح أروح أرسم الفري باي دايجرام لهذا الوزن وأشوف إذا ممكن أحصل منه شيء. فبالتالي عندي هذا الوزن مقداره 45 كيلوغرام في 9.81 أو إنه يعادل 100 بالبام. طبعاً هذه 100 مو هذا المحور المائل، وإنما هذه قوة الأسفل عمودية هي 100 اللي هي تصنع زاوية مقدارها ثيتا ومحور واي المائل. فبالتالي هذا السطح يصنع زاوية مقدارها ثيتا ومحور إكس. وهنا عندي تو رياكشن فورس أو تو نورمال فورسز عمودية على السطح R1 وR2 على سبيل المثال عند الويلز. وكذلك عندي التنشن تي. قوة التنشن تي تصنع زاوية مقدارها 40 ومحور إكس المائل، على اعتبار إنه آخذ محاور مائلة أيضاً. ونشوف لأنه التنشن اتجاه يكون بهالاتجاه بالنسبة للوزن، ويكون بهالاتجاه بالنسبة للشخص، على اعتبار انه بالنسبة للشخص فهو يجر الشخص، بينما بالنسبة للوزن فهذا التنشن الشخص يجره. فاختلاف فري باي دايجرام بين الشخص والوزن. فبالتالي بهذه المعادلة لو اخذ سيجما اف اكس، فسيجما اف اكس يساوي صفر. شنو اللي انا عندي بسيجما اف اكس؟ اول شيء هذا تي بس اعطيه كوساين 40 طبق على المحور اكس المائل، ولكن بالسالب. فبالتالي سالب تي كوساين 40. بالإضافة إلى هذا عندي هذه المية، لكن المية لو طيتها كوساين طبقت على محور واي، فراح أطيها ساين. فالمية ساين 16.7 واتجاه يكون نحو اليمين فموجب. فصارت عندي هذه المعادلة مجهول واحد هو التي. إذا طلعت التي طلع عندي 37.5. إذا لو أرجع المعادلة للثلاثة، بما أنه لقيت التي فراح أوجد الان، وبما أنه لقيت التي فراح أوجد الاف، وبما أنه لقيت التي راح أوجد الاس. فإذا نعوض قيمة التي بكل مرة، عوضتها بهذه المعادلة استخرجت الان، عوضتها بهذه المعادلة استخرجت الاف، وعوضتها بالمعادلة الثالثة استخرجت الاس. هو يريد مني انه احسب الاس، ويريد مني انه احسب المينيمم كوفيشنت او ستاتيك فريكشن اللي هو الميو اس. فيما انه طلعت الان وطلعت الاف، فالاف يساوي اف ماكس يساوي ميو اس في ان. فإذا الميو اس راح يساوي الاف على الان. طلعت الاف وطلعت الان، طلع عندي ميو اس 0.4.